السادس والعشرون من مارس. في مثل هذا التاريخ من العام 1945 وقبيل انتهاء الحرب العالمية الثانية، احتلت قوات الحلفاء مدينة فرانكفورت الألمانية. انتهت الحرب العالمية الثانية بغزو الحلفاء لألمانيا وسيطرة الاتحاد السوفيتي على برلين واستسلام ألمانيا غير المشروط في 8 مايو من العام 1945. لهذا اليوم من العام 1952 اعتقلت السلطات الاستعمارية الفرنسية في تونس جميع أعضاء الحكومة التونسية ونفتهم إلى الجنوب التونسي، فاندلعت مظاهرات صاخبة في المدن والقرى التونسية، وكانت انطلاقة للكفاح الوطني واستقلال تونس عن فرنسا في العام 1956. في 26 من عام 1953 العالم الأمريكي جوناس سولك اكتشف المصل الذي قضى على شلل الأطفال. رفض هذا العالم تسجيل براءة اختراع باسمه لكي يكون اللقاح في متناول الجميع، مضحياً بثروة تقدر ب7 مليارات دولار. السادس والعشرين من مارس من العام 1971 اندلع صراع مسلح بين شطري باكستان الشرقي والغربي دارت رحاه طوال 9 أشهر، وانتهى بانفصال باكستان الشرقية التي أصبحت دولة مستقلة تحمل اسم بنغلاديش. في مثل هذا التاريخ من العام 1979 تم في واشنطن توقيع معاهدة سلام بين مصر وإسرائيل في أعقاب اتفاقية كامب ديفيد، وقع عليها الرئيس المصري أنور السادات ورئيس الوزراء الإسرائيلي مناحيم بيغن بحضور الرئيس الأمريكي جيمي كارتر.